أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء. سنتعرف اليوم على الفنانة شمس الكويتية ومعلومات لا تعرفونها عنها. نجاحها فنيا جعلها تلفت الأنظار وتصبح محور متابعة للكثير من المتابعين، إلا أن صداقاتها الفنية وعلاقاتها في الوسط الفني ومواقفها وحضورها فنيا واجتماعيا وشخصيا جعلها مثيرة للجدل في الكثير من الأحيان. إنها الفنانة شمس الكويتية ذات الأصول السعودية من أب سعودي وأم كويتية، اسمها بالكامل شمس بندر نايف الأسلمي، مواليد 28 من أبريل لعام 1980، تبلغ من العمر في عام 2021 41 عاماً. ولدت في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، ولكن بحكم أن والدتها كويتية وقضائها معظم حياتها في الكويت، فهي مغنية كويتية سعودية الأصل، جنسيتها الحالية من دولة سانت كيتس ونيفيتس، وارتبط اسمها بها ليطلق عليها لقب شمس الكويتية. يضاف إلى ذلك وفاة والدها وهي في عمر السنتين، وزواج والدتها من رجل كويتي حيث عاشت هناك مع زوج والدتها. قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، حيث حصلت على شهادة من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، إلى أن انتقلت إلى الإمارات بعد زواجها في عام 1999 من رجل إماراتي، لكن هذا الزواج هو الآخر لم يستمر وانفصل في عام 2003، وذلك في عام 2000 بعنوان حبيب الورد، حققت من خلاله انتشارا خليجيا واسعا نظرا لكلمات أغنيتها البسيطة والتي لاقت استحسان الجمهور. ذلك في عام 2000 بعنوان حبيب الورد، حققت من خلاله انتشارا خليجيا واسعا نظرا لكلمات أغنيتها البسيطة والتي لاقت استحسان الجمهور. هذا النجاح جعلها تنال جائزة أفضل فنانة خليجية في عام 2001، لتطلق في العام التالي ألبومها الثاني بعنوان سبع مرات، وفي عام 2005 ألبوم مظاهرة نسائية. وتعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم هلا من كلماته وألحانه. عام 2007 كان عاماً مليئاً بتطورات على صعيد مشوارها الفني، حيث نالت جائزة أفضل فنانة عربية، إلى أن الحدث الأهم هو توقيعها عقد مع شركة إنتاج عالمية وتحديداً أمريكية، التي أنتجت لها ألبومين بعنوان شمس خليجي وشمس مصري، لتكون الفنانة الأولى عربياً وخليجياً والثالثة على مستوى العالم التي يتصدر لها ألبومين في علبة واحدة، أسود بمايكل جاكسون وفيلم التايتانيك. دائماً ما كانت حياة شمس العاطفية والزوجية مليئة بالغموض، حيث دائماً ما تعتمد إلى عدم التحدث عن تفاصيلها على الإعلام. من زواجها الأول الذي لم يستمر، أحدثت شمس جدلاً كبيراً بزواجها الثاني لناحية غموض شخصية العريس الذي اعتبرته شمس VIP، رافضة الإفصاح عن هويته. وبعد الأخذ والرد كثيراً في الموضوع ولفترة طويلة، كشف مصدر مقرب منها أن زوجها هو ولي عهد دولة عربية وصاحب عدد من المشاريع والاستثمارية الكبرى في عدد من الدول العربية وتحديداً مصر، إلا أن هذا الزواج الثاني لشمس لم يدم أيضاً، حيث أنها أعلنت انفصالها في شهر حزيران يونيو من عام 2015، حيث صرحت في إحدى المقابلات: أنا متزوجة منذ أكثر من سنتين، ولكن أعلنت زواجي في شهر شباط فبراير ونحن الآن منفصلين. وهناك أنباء عن زواج ثالث لم يتم التأكد من مدى صحتها، وكانت كشفت شمس أن الوسط الفني هو السبب في طلاقها الأول والثاني. أما من ناحية الفنية، بعد سلسلة من الأغنيات السينجل الناجحة مثل وش صاير ومجنونة، أطلقت في عام 2010 ألبومها الخامس بعنوان جلسات شمس، كما حصلت في ذات العام على جائزة أفضل وجه إعلامي. بعد ذلك كان لها ألبوم صباحك خير الذي صدر عام 2012. وأما في عام 2013 أطلقت أغنية بعنوان دين أبوكم، التي تنبذ التعصب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً البلاد العربية. شقيت ثوبي ألبومها الأخير والذي تميز بطابع خاص، حيث طرحته على CD من الذهب الخالص عيار 24 جرام. ومنذ ذلك الوقت تواصل شمس إطلاق أغنيات سينجل ومنها أوعيت من جنوني،
وأطق إصبع وسند ظهري. أول ظهور لها في عمل تمثيلي كان عام 2018 حين شاركت في المسلسل الكوميدي عوض أباً عن جد الذي تبثه في قناة MBC في رمضان، وأيضاً شاركت في عام 2019 بمسلسل هايبرلوب. كان من أشهر المشاكل التي شهدتها الوسط الفني العربي في الفترة الأخيرة وما يزال إلى يومنا هذا هو بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام، والذي تخلله العديد من الجولات التي كانت تهدأ وتشتعل بين الحين والآخر. ومؤخراً لفتت الفنانة الكويتية شمس أنظار المتابعين على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نشرته على صفحتها وهي ترقص على الطريقة السودانية، وعلقت على الفيديو كاتبة كشفتكم يا كلاب. وغنت شمس الكويتية مع رقصها بالقول كشفتكم عرفتكم عاملين فيها ناس رقيين حريقة تحرقكم. وتجاوز فيديو شمس 235 ألف مشاهدة على صفحتها، وكتبت تعليقا في أسفل الفيديو تيك توك شمس الكويتية إهداء يد الدربة. وكانت شمس الكويتية منذ أيام نشرت صورا لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، وعلقت قائلة خلي اللي ترك يدك يحلم يلمسها. أيضا من مواقفها المثيرة للجدل أعربت الفنانة شمس الكويتية عن محبتها وإعجابها بمؤسسة شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل جيتس. وأعادت شمس الكويتية تدوينة متابع وعلقت جميل هذا الإنسان اللي بالعصر الإلكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته باللي جاي. كما عرضت عليه الزواج ما أثار صدمة الجمهور قائلة أنا أعرض عليه الزواج وتوقعون يوافق؟ وكانت أثارت شمس الكويتية الجدل على مسرح بابل بارتدائها فستان أصفر شفافا تصميمه جميل، لكن فستان شمس بالرغم من جماله إلا أن بطانته قصيرة. اعتقد العديد من المتابعين أنه بلا بطانة ما عرضها للانتقادات. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.